لنا الامتحان النهارده كان عامل ايه وكان كام سؤال؟ كان كويس يعني في مستوى الطالب المتوسط وكان 36 سؤال. كان كويس مش صعب ومش سهل هو كويس في مستوى الطالب المتوسط يعني. هو من ناحيه الاسئله انا مش فاكره بس هي اسئله مش كتير اصلا. هو كانوا قطعتين قطعه كانت صح وغلط والقطعه الثانيه كان اجب من يجيب الاجابات من القطعه والباقي كانت تشوز اختيارات كانت تشوز جرامر وتشوز اختيارات عاديه مواقف والتعبير. هو طبيعي بيجي كده مش طويل ولا في اسئله زياده يعني جه من نماذج الوزاره بس مش كله يعني هو في اللي هي اللي بنكتب فيه ورق الموضوع اللي بنكتب فيه جه من نماذج الوزاره. كان في تريكات في التشوز وكان عباره عن 30 سؤال. التربيه الوطنيه كويس الحمد لله كنا خايفين منه بس الحمد لله حلينا فيه كله معلومات عامه.